النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. الشتاء يعود بقوة هذا الأسبوع، هناك منخفضين جويين سنتحدث عنهما بعد قليل، أحدهما من أصل قطبي أو مترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، حيث من المتوقع خلال ساعات نهار يوم الأحد أن يكون الطقس إجمالا مستقرا مع هبوب للرياح نشطة في العديد من المناطق. درجات الحرارة تكون أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام. تقييم درجة الحرارة في العاصمة عمان 11 درجة مئوية، ترتفع إلى 14 درجة مئوية في إربد، تكون حوالي تقريبا 8 درجات مئوية في جبال الشراح، 11 درجة مئوية في معان، في خليج العقبة ترتفع إلى نحو 20 درجة مئوية، بينما تكون في المناطق الشرقية أيضا هناك نشاط في سرعة الرياح، ويتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى في ساعات النهار إلى 14 درجة مئوية نهارا. خلال ساعات الليل ليلة الأحد على الاثنين يتوقع أن يتزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي. هذا المنخفض الجوي هو مصنف من الدرجة الثانية وفقا لمؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين أن تعود الأمطار بالهطول في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة على وجه التحديد. هذه الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا في بعض الفترات، وربما تتساقط معها أيضا زخات من البرد، ويكون الطقس بوجه عام بارد. يستمر تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي نهار يوم الاثنين، حيث من المتوقع كما تلاحظون هطول الأمطار في أجزاء واسعة من المملكة، سواء المنطقة الشمالية أو حتى المناطق الوسطى. ربما بعض الزخات من الأمطار تمتد نحو المناطق الجنوبية من المملكة. يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، بحيث تسجل درجات حرارة أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. تكون مثلا في العاصمة عمان حوالي 8 درجات مئوية، 9 درجات مئوية في معان، 7 درجات في جبال الشراء، تكون في إربد 10 درجات مئوية. حتى في المناطق الشرقية ربما تمتد بعض الزخات من الأمطار، وتسجل قيمة درجة حرارة هناك 13 درجة مئوية في ساعات النهار، و19 درجة مئوية في خليج العقبة بمشيئة الله تعالى. وبالتالي هذا منخفض الجوي الأول لهذا الأسبوع، يبدأ مع ساعات مساء يوم الأحد ويستمر تأثيره يوم الاثنين مع أجواء باردة ممطرة، زخات من البرد، وربما تكون أجواء حتى شديدة البرودة فوق جبال الشراء العالية بمشيئة الله تعالى. هذا ما هو متوقع مع مساء يوم الأحد ونهار يوم الاثنين. يتراجع ويتحرك هذا المنخفض الجوي مبتعدا عن المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم الاثنين، وتتراجع الفعالية الجوية المترافقة معه، ويستقر الطقس مؤقتا اعتبارا من ليلة الاثنين على الثلاثاء وحتى نهار يوم الثلاثاء، حيث كما نلاحظ نهار يوم الثلاثاء يتوقع أن تستقر الأجواء. تتميز الأجواء يوم الثلاثاء بأنها باردة بوجه عام، بشكل هناك انخفاض إضافي على درجات الحرارة، هناك رياح نشطة في أغلب المناطق، لكن لا يوجد أمطار خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء. سنشعر أن الطقس سيكون بارد للغاية يوم الثلاثاء في العديد من المناطق، بعض الأتربة المثارة في المناطق الجنوبية، فمثلا العظمى في العاصمة عمان يوم الثلاثاء فقط 6 درجات مئوية في ساعات النهار، تكون في إربد 10 درجات، وفي جبال الشراء حوالي 7 درجات مئوية، وتكون في المناطق الشرقية حوالي إلى حدود 12 درجة مئوية في ساعات النهار. أما في خليج العقبة فتوقع أن ترتفع نهارا إلى حوالي 19 درجة مئوية في ساعات النهار. اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء يتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد. هذا المنخفض الجوي مصنف بأنه من الدرجة الثالثة وفقا لمؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية، وهو معنى آخر الدرجة الثالثة هي درجة المنخفضات المتوسطة إلى عالية الفعالية. يترافق هذا المنخفض الجوي مع اندفاع لكتلة هوائية أشد برودة من الكتلة التي ستكون يوم الاثنين، وهي شديدة البرودة، وأيضا هي من أصل قطبي يتوقع أن تؤثر المملكة. اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء تعبر المملكة جبهة هوائية باردة تعمل على هطول وانتظام الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة، ومن ثم انتقالها إلى باقي المناطق تدريجيا أثناء الليل. كما يتوقع أن تترافق هذه الأمطار أحيانا بتساقط زخات من البرد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويسود طقس بارد بوجه عام في أغلب المناطق لأنه يكون شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية. يتعمق هذا المنخفض الجوي وتأثيراته على المملكة يوم الأربعاء وسط استمرار اندفاع الهواء القطبي نحو
المملكة. الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث انخفاض لافت على درجات الحرارة في أغلب المناطق. الدرجات الحرارة في العاصمة عمان على سبيل المثال كحد أقصى خلال ساعات النهار تصل إلى فقط 5 درجات مئوية. سنتحدث بعد قليل عن ساعات الليل وكيف سيكون تأثيراتها المتوقعة بمشيئة الله تعالى على المملكة، لكن في ساعات النهار متوقع تصل درجة حرارة في العاصمة عمان 5 درجات مئوية مع هطول الأمطار في أغلب ومعظم المناطق على فترات. هذه الأمطار قد تترافق أحيانا مع تساقط زخات من البرد الذي قد يكون كثيفا فوق المرتفعات الجبلية العالية. يكون الطقس شديد البرودة بمشيئة الله تعالى فوق جبال الشرع والمرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وسط توقعات بتساقط الثلوج وعلى شكل زخات قد تكون متراكمة فوق هذه المرتفعات الجبلية العالية. تفاصيل الارتفاع عن سطح البحر ستتحدد مع تقدمنا بالأيام، لكن يمكن القول بمشيئة الله بأن مناطق جبال الشرع على موعد مع تساقط ثلجي نهار يوم الأربعاء. باقي مناطق هناك رياح نشطة قوية، أجواء باردة، 5 درجات في العاصمة عمان، 8 في إربد، كحد أقصى في جبال الشرع 2 درجتين مئويتين، في معان 6 درجات مئوية، حتى في شرق المملكة تقريبا حوالي 10 درجات مئوية، وفي العقبة 16 درجة مئوية، مع أيضا فرص لهطول الأمطار قد تطال بها مدينة العقبة. مع ساعات ليلة الأربعاء على الخميس يتحرك هذا المنخفض الجوي سريعا مبتعدا عن المملكة بحيث تتراجع وتضعف الفعالية الجوية بشكل لافت، لكن من المتوقع استمرار تدفق الرياح القطبية نحو المملكة، الأمر الذي سيعمل على حدوث انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة في ساعات الليل. يتحول الطقس يصبح قارس البرودة في العديد من المناطق، درجات الحرارة حول أو أقل من الصفر المئوي في مناطق عدة. يتوقع حدوث موجات من الجليد والانجماد في مناطق مختلفة من المملكة، مع بقاء فرص تساقط زخات من الثلوج فوق الجبال العالية الجنوبية. يستمر هذا الهواء القطبي بالسيطرة على المملكة نهار يوم الخميس، ولكن مع أجواء نستطيع القول بأنها مستقرة، بمعنى آخر أن الطقس سيكون غالبا مشمس مع ظهور بعض الغيوم، لكنه بارد بشكل لافت قارس البرودة فوق الجبال العالية. درجة حرارة نهارا 6 درجات مئوية، في ساعات النهار، في ساعات الليل مثلا 0 أو أقل في العديد من المناطق. هناك أجواء جليدية فوق جبال الشراء 4 درجات نهارا 4 درجات مئوية تحت الصفر. كذلك أمر مثلا في مناطق البادية سواء الجنوبية والشرقية، يعني مثلا في أرويشت كما تلاحظون درجة الحرارة العظمى 8 درجات، لكن ليلا 4 درجات مئوية تحت الصفر. بالمختصر يوم الخميس أجواء جدا باردة لكنها مستقرة، موجات من الجليد والانجماد في ساعات الصباح وفي ساعات الليل، يتوقع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة، ونراقب احتمالية امتداد هذا الصقيع أيضا إلى مناطق من الأغوار الشمالية، سنطلعكم على ذلك أولا بأول. وحتى في العقبة الأجواء مشمسة نهارا 18 درجة مئوية ليلا، لكن نهارا لكنها باردة في ساعات الليل. يستمر هذا الطقس البارد حتى نهار يوم الجمعة، الأجواء باردة تبقى إجمالا، درجات حرارة دون المعدلات بشكل لافت. العاصمة عمان مثلا كحد أقصى 6 درجات مئوية نهارا، حول الصفر المئوي في العديد من المناطق، مع بقاء درجات حرارة دون الصفر في ساعات الليل، مع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. طبعا هناك المزيد من التفاصيل ستصدر تباعا حول المنخفض الجوي المتوقع يوم الأربعاء، المصنف بأنه من الدرجة الثالثة وفقا لآخر القراءات الجوية التي ستكون مستلمة لدينا هنا في مركز طقس العرب. نتمنى لكم دائما طبعا أسبوعا خيرا مليئا بالأمطار والأجواء الجميلة، وهذا عودة جيدة جدا لفصل الشتاء بعد انقطاع دام لعدة أسابيع. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.